يعيش شبابنا الحالي في ظل مجموعة من التغييرات والتحولات على جميع المستويات، منها الاقتصادية والاجتماعية وأيضا ما يعرف بالحضارة التكنولوجية. كل هذه العوامل ساهمت بشكل من الأشكال في إفراز ظاهرة العزوف عن الزواج، مشكلة منبثقة عن مجموعة من الأسباب سواء بالنسبة للشباب أو الفتيات. من وجهة نظرك، هل فعلا في عزوف لدى الشباب عن الزواج وليه؟ طبعا في عسر لدى الشباب، لان بقى في طبعا غلاء كبير جدا في الذهب واسعار الذهب، ارتفاع الاسعار والغلاء والمتطلبات كتير. لو انا عايز اتجوز، فين الوظيفه اللي تساعدني ان انا امن مستقبل اسرتي بعد كده؟ والد مثلا البنت بيستغل عريس جدا، عايز مهر وعايز مؤخر وعايز عفش ذهب والادوات الكهربائيه، فمبقاش حد قادر يجيب بحاجه. وعشان اروح اتقدم لشركه حياتي، اكيد اهلها هيضغطوا عليا وكده اهوت، وهيطلبوا مني حاجات فوق مقدرتي. غلى اول حاجه في البلد، تاني حاجة مفيش فرص عمل كافة للشباب، كل حاجة غالية ومن ضمنهم الذهب اللي أقل حاجة بتطلب ولازم تطلب في أي جواز، فدي مش موجودة أصلا دلوقتي، سعره غالي جدا. طب هل تعتقد إن البنات برضو عندها عزوف عن الزواج، وإيه أسبابهم؟ لا، البنات ليس لديهم عزوف عن الزواج. ممكن أكون مثلا خايفة إن الشخص ده ما يقدرش يشيل مسؤولية. لا، أكيد البنات طبعا، كل البنات عايز تتجوز، عايز تبقى فاتحة بيت، عايزة تبقى أم، عايزة الكلام ده كله، فأكيد هم ما عندهمش أي مانع في الموضوع ده. يعني مفيش شباب هتيجي تتقدم أصلا، لان الاحوال الاقتصاديه كل حاجه غاليه، مفيش حد هيجي يتقدم. الاهل مش ما بقتش قادره ان هي تجيب نفس الحاجات اللي هي كانوا بيجيبوها زي الاول. يعني كل واحده بتبقى عايزه مثلا جوزها ده يكون فيه مواصفات معينه، دي مش بتشوفه في الشارع. ايه خطوره ابتعاد الشباب عن الزواج؟ يعني نسبه العنوسة هتزيد جدا جدا جدا، بيبقى في معاكسات كتيره جدا بالنسبه للبنات. طبعا بنات كلها تعنس، حاله العنوسة اللي زايده اصلا هتزيد اكتر. طبعا هيحصل حاجات كتير زي التحرش طبعا وكلام من دوت. الولاد هيفكروا طبعا ان هم يتجوزوش او يتجوزوا بشكل غير تقليدي، اللي هو انت اكيد عارف الجواز العرفي تؤدي لزياده نسبه العنوسة في مصر. ازاي نعالج عزوف الشباب عن الزواج؟ نوفر لهم فرص عمل. يعني احنا نعالج الاسعار، نوفر وظائف شغل للشباب، يلغوا الدهب زي في بلاد، في معظم المحافظات بتلاقي تلغي الدهب خالص. ان احنا ننشئ اليوم شقق كتير، ان الاسعار تقل، نحاول نزود فرص عمل، نحاول نلخص الحاجه، نظام حاجه شايف السبب الاساسي لغلو الحاجه في البلد عامه. ان اهل اللي انا رايحه اتقدم لها ديت يساعدوني شويه، او هي ممكن تساعدني، ما يبقاش اهل الشاب او اهل العروسه طالبين اكتر من لازم من اهل العريس. هكذا جاءت آراء الشباب من الجنسين. والسؤال هنا، ما خطورة عزوف الشباب عن الزواج، وكيف نعالج هذه الظاهرة؟